بسم الله الرحمن الرحيم. هناك عدة آيات في القرآن الكريم تتعلق بالنذر، بعضها تحكي قضية، بعضها يستخرج منه حكم. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. هذا إخبار عن أم مريم عليها السلام لما حملت بها، نذرت أن يكون ما في بطنها محررا للعبادة. في آية أخرى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. في آية ثالثة: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. في آية الرابعة: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالنذر شيء مشرع، هذه الآيات تدل على أن النذر يوجد مشرع، يصير واحد ينذر زين ويجب الوفاء به. اي ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، هذا امر، الامر اساسا يدل على الوجوب، وليوفوا نذورهم. الآية الكريمة: يوفون بالنذر، ولو أنها تتكلم عن أهل البيت عليهم السلام، بس الآية شو تقول؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ربما هذا الارتباط يدل على أن الوفاء، عدم الوفاء بالنذر فيه عقوبة أخروية. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إذا هذا الجزء ارتبط بما قبله يفهم منه أنه اللي ما يوفي بنذره يكون من الظالمين. هو أكيد الوفاء بالنذر واجب، لأنه شيء شرع والشارع أمضاه، فإذا الشخص نذر خلص الشارع أمضى هذا الأمر، صار ملزما بفعله أو بتركه. قد ينذر فعلا، ينذر أن يروح يزور أمير المؤمنين صلوات الله عليه الإمام الحسين عليه السلام، سائر المعصومين عليهم السلام، نذر. قد ينذر واجبا، ينذر يصلي صلاة الظهر، زين هي صلاة الظهر أساسا واجبة، شنو يعني ينذرها؟ ينذرها حتى يشدد الأمر على نفسه، يشوف إذا ما صلى هو يتهاون أحيانا بالصلاة، يشوف إذا الآن نذر وما سوى راح تصير عليه كفارة، خصوصا إذا حط هو شيء في النذر، نذر أن كل يوم يصلي صلاة الظهر
وأي يوم ما يصليها يذبح خروف. زين، اليوم ما صلى ذبح خروف، باشر بعد يومين ثلاثة يكون يبيع بيته على هالحكي، فيلتزم يشوف روحه صار ملزم أن يؤدي. هو ملزم أساسا، هو واجب عليه، بس قاعد يشوف خسارات تصير، أو يندر تركا من التروك، يندر أن يترك الغيبة مثلا. لا، قد يندر صلاة الظهر من أساسها، مو قضية أول الوقت، لا هو يتهاون بالصلاة ما يصلي أحيانا، أو لا يندر أن يصليها في أول الوقت مثل ما الحجي يقول، يشوف روحه يأخرها. طبعا الصلاة في أول الوقت ليست إلزامية، أفضل، فيشوف روحه يتهاون كذا، يقوم يندر أن يصليها في أول الوقت، يجوز، صار ملزم. أو يندر ترك بعض المحرمات، يشوف روحه يستغيب من الصبح لليل، فيندر أنه بعد لا يستغيب. هنا يربط، هو أساسا ما يجوز له يغتاب، لكن من نذر يشوف كل مرة يغتاب يكون يعطي كفارة، خصوصا إذا هو حط شيء، قال كل مرة يغتاب يذبح له 10 دجاجات مثلا، زين يوم يومين ثلاثة، وهو من الصبح لليل يغتاب، يومية 50 مرة، زين هش كثر دجاج يكون يذبح على هالحكي، فيربط يقوم يضبط نفسه من صارت الخسارة المالية، يقوم يضبط نفسه لا يغتاب لا يكذب لا كذا. أو يندر ترك بعض الأمور اللي هي أساسا مو حرام لكن مرجوحة، مثلا كثرة الكلام، كثرة الكلام مذمومة في الشريعة، فيشوف روحه يتكلم كثير ما جاي يضبط روحه، يندر أن يقلل كلامه الآن، حتى لو يحط لها فترة يعني اللي يخليها مفتوحة ويربط ربطة معتبرة، يندر مثلا من ساعة 10 الصبح إلى ساعة 2 عقب الظهر شوية يقلل الحكي، هالكثر لا يتكلم، حتى لو كلام مباح، كثرة الكلام مو زينة مذمومة. عموما يصير واحد يندر، طبعا الينذر يندر بأمواله، يندر شيء اللي يختص به لو يريد يدفع مثلا، هناك أناس يندر بأموال غيره، بعض الأمهات يندرن إذا تزوجت بنتها نص مهر البنية تأخذه ربعه توديه لإمام مثلا، هاي مناسبة، هاي مهرها هي، انت تاخذي منها شنو؟ ندري بفلوسك ادفعي. او الابو او الام هم يسووها احيانا، يريدون ابنهم يتوظف يحصل وظيفه، ينذرون اول ما يشتغل الراتب الاول ياخذوه يسووه كذا، ما يصير هالكلام، ما يصير، اللي يريد ينذر في شيء يخصه هو مو في اموال الغير. النذر لابد أن يتعلق بشيء فيه رجحان، فعله راجح أو تركه راجح، أما إذا نذر شيء اللي ما في رجحان متساوي الطرفين، نذر أنه من يتكلم بالتليفون يحطه على أذن اليسرى مو على أذن اليمنى، يقول زين ليش هذا شنو يعني، يقول بس هالشكل عاجبني، هذا النذر قايلين باطل، لأن هو قاعد يقول لله علي، يجعل الله عز وجل أنه تليفون يحطه على إذن اليسرى، وشنو يعني إذا حطه على إذن اليسرى، أو إذا لبس مثلا كذا الغترة كذا على رأسه مثلا يعدل هالشكل يقلبها فوق حجر مثلا، هذه أمور مباحة هج، لا فيها رجحان لا فيها مرجوحية، دشداشته يكويها،
ما يلبس إلا دشداشة مكوية. مرة يقول حتى قدام الناس أمام الناس مثلا فش لا الدشداشة المعكرة قد يحجون عليه، تلك قضية. ومرة لا، فش لمجرد الجمال يريد دشداشة مكوية. هذا النذر ما يمشي، لابد أن يكون النذر ذا جهة محسنة، أو يكون الشيء ينذر ترك شيئا اللي هو فيه ذم، شيء مذموم ينذر أن يتركه أو يقلل منه. السؤال إذا واحد عنده شخص مريض يصير ينذر إذا شوفي شفاه الله سبحانه، هو هذا الشخص الناذر يسوي سفرة باسم أم البنين عليها السلام؟ إيه يصير، ما دام من كيسه يصير، مو من كيس ذاك. بعدين يقول له أنا انذرت أنت من الطيب ناخذ منك 100 دينار ونسوي سفرة، يقول أنت شي خصك مني تنذر، انذر من كيسك. زين، النذر له صيغة معينة. أولا يكون لله سبحانه، يعني لو واحد نذر قال نذر حج فلان شيخ فلان، ما قال لله، ما يصير إلا أن يقول لله ويعطي الحج فلان يصير. نذر لله تعالى أن ينطي لفلان شيئا هذا يصير. أما ينذر مباشرة لشخص، حتى لو نذر لإمام أو نذر لنبي صلى الله عليهم أجمعين، إذا ما قال لله هذا النذر لا ينعقد، لابد أن يقرنه بالصيغة لله عليه. وبالمناسبة كثير من الناس يخطئون، شو يقول؟ يقول لله علي نذر. شنو يعني لله علي نذر؟ هي لله علي هي نذر، ما له معنى يقول لله علي نذر. مثل ما واحد يقول والله قسم لأفعلن كذا، هي والله هي قسم، يصير يقول والله قسم لأفعلن كذا، أو علي عهد الله عهد أن أفعل كذا. هي هذه الكلمة لله علي تعطي معنى النذر، بعد لي يحط وراها نذر لله علي أن أفعل كذا وكذا. إذن النذر من الأمور المشرعة، الآيات الكريمة ذكرته والروايات أيضا ذكرته، بس احنا قاعدين نذكر آيات الأحكام. هذا بعض الكلام في النذر، يأتينا إن شاء الله الكلام في اليمين وفي العهد. وصلى الله على محمد وآله.